زابط ده؟ خليه علينا والله مو محرزة. دي كتر خيرك. قديش؟ 5 سنين معوضة. وهي الأولاد؟ هي أولاد. أولادة؟ بس أنا ماني متجوز. لكن مين هي اللي ردت علي على الموبايل؟ هي أختي عليا. أختك. إيه أعطيها لأختك. الله يسامحك يا عنسة، نحن ما بناخذ غير حقنا. هي إكرامية يعني ما لها علاقة بشغلك. أنت شاب خدوم ومريحني كثير. وأنا عم أكرمك مشان بعملت هيك تلبيني بسرعة. الله يخليكي يا عنسة، نحن مالنا بهالقصص. بخدمك بعيوني، ولو ما كنت دافع حقها ما باخذ منك ولا فرنك. هلا رح تعمل لي إياها قصة. الله وكيلك طال من خاطري. بعرف يا عنسة بس اعذريني، ما باخذ غير 500. طيب مثل ما بدك، بس أنا دائما رح أوصيك. أنا بالخدمة إمتى ما أمرتي. السلام عليكم. لحظة، أنت ليش بتطلع بالأرض وأنت عم تحاكيني؟ ما بيصير يا عنسة. وليش بقى؟ يعني أنت بنت وساكنة لحالك،